تألق كبير جدا حققه منتخب مصر للكاراتيه، واللي قدر انه يحصد المركز الاول في بطوله افريقيا واللي تمت اقامتها في تونس بعد ما حقق عدد كبير من الميداليات، وصل عددها ل 33 ميداليه. ده مش جديد على منتخب مصر للكاراتيه. الكاراتيه لعبه قويه جدا واحنا يعني متميزين فيها بقالنا سنين كتير. خلينا نعرف على او نتعرف على تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه. صباح الخير على حضرتك. اهلا صباح الخير استاذه منى. صباح الخير منى. اهلا وسهلا منى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مبروك الاول. لو تعرفنا تفاصيل الميداليات وحصيله منتخب مصر من بطوله افريقيا اللي تم اقامتها في تونس ما بين الذهب والفضه والبرونز. وطبعا الحمد لله رب العالمين بتوجيهات بحسب معالي وزير الشباب والرياضه واهتمام الدوله بالرياضه في الالعاب الفرديه، الكاراتيه وصل لقمه اختياراته في بطوله افريقيا هذا العام. في أول يوم البطولة كانت في تونس افتتحنا للناشئين 8 ميداليات ذهب وثلاثة فضة وواحدة برونز، يعني 12 ميدالية. الدولة اللي كانت بعدنا كانت الجزائر باثنين ذهب واثنين فضة وثمانية برونز. فطبعا ثمانية ذهب ده افتتاح الناشئين من 13 ميدالية. ده كان كاتا ولا كوميتي يا كابتن؟ كاتا وكوميتي مع بعض. احنا كان عندنا 8 منافسات في الكوميتي، 20 شباب 21 سنة، خدنا الثمان ميداليات بتوع الكاتا بلا منازع الحمد لله رب العالمين، وباقي ميداليات كلها كانت للكوميتي اللي هم 12 ميداليه. اليوم الثاني كان الناشئين، فاصبح عصيره مصر من الشباب والناشئين 17 ميداليه ذهب، يليها الجزائر 3 ذهب. في الحاله دي في اليوم الثاني احنا خلاص كده حصلنا على المركز ترتيب عام اول، حتى لو اليوم الثالث ما كملش او ما خدناش ميداليات فكده مصر حصلتها المركز الاول. اليوم الثالث خدنا وصل عدد ميداليات الذهب ل 20 ميداليه ذهب. الدوله المنافسه معانا الجزائر 6 ذهب. معنى ذلك ان من 20 ل 6 رقم 2 6 ذهب، معناها ان مفيش منافسه نهائي في القاره الافريقيه بين مصر وبين اي دوله. المغرب كانت 5 ذهب، السنغال 3 ذهب، تونس 2 ذهب، الكاميرون 1 ذهب. فعدد ميداليات اللي حصلت عليها مصر من الذهب حوالي 20 ميداليه. اجمالي ميداليات الذهب والفضه والبرونز 33، لكن 20 ميداليه الذهب دول الترتيب العام بيبقى عباره عن ميداليات الذهب هي اللي بتترتب الدور. قارننا عدد البعثه يا كابتن عشان نبقى فاهمين، يعني احنا طلعنا ببعثه كام والجزائر والمغرب وغيرها كانوا ممثلين بكام بعثتهم كانت قد ايه؟ كل الدول الحمد لله كانت مشاركه الغالبيه العظمى، الجزائر وتونس ومصر والمغرب اساسا كانت من مشتركه بكامل قواها في عدد المنافسات اللي موجوده اللي هم 37 منافسه. فالحمد لله رب العالمين مصر اكتسحت البطوله، وده اكبر عدد ميداليات جه في البطوله الافريقيه منذ نشاه الاتحاد، وده طبعا يعتبر اخر احتكاك لمصر. حتى بعض الدول كانت بتسال ايه السبب الاساسي؟ فقلنا لهم احنا الفريق بتاعنا بتاع الناشئين والشباب وال21 اشترك السنه دي في 3 بطولات دوليه، اللي هو الدوري العالمي الرانك العالمي لهم اللي هو اسمها الليج، اشتركنا في الفجيره بحوالي 272 لاعب، اشتركنا في اسبانيا، اشتركنا في كرواتيا، وغبنا في الثلاث بطولات ترتيب عام اول الثلاث بطولات الدوليه دي. فده كان اعداد جيد لبطوله افريقيا واعداد ايضا لبطوله العالم، لان احنا عندنا بطوله العالم في 14 باذن الله في ايطاليا، فده الفريق ده هو اللي هيشترك ان شاء الله في بطوله العالم. ودي تعتبر 4 محطات احتكاك له، فالحمد لله كانت النتيجه النهائيه ممثله بالخير الحمد لله. وده معناه يا كابتن احنا اللعيبه المصريه مصنفين في هذه اللعبه طبعا. محمد احنا اللعيبه عندنا عاملين حسابنا على هذه الميداليات، يعني ما جاتش صدفه مثلا. لا اللعيبه اللي عندنا الكبار والشباب والناشئين مصنفين اوائل العالم. مصنفين في الرانك من رقم 1 لرقم 10 على مستوى العالم. فالحمد لله ولادنا من افضل لعيبه الكاراتيه على مستوى العالم. برضه لان في عندنا معسكرات دائمه طول السنه لهم وجهاز فني كبير جدا، ومدربين مصر العظام كلهم بلا استثناء حريصين ان اولادهم يشتركوا في البطولات المحليه والدوليه ايضا على حساب الاتحاد جزء وجزء اخر على حساب اللاعبين والانديه، وده ساعد على وجود طفره كبيره في الكاراتيه. يكفينا فخر نقول ان عندي مليون لاعب مسجل على قسم الاتحاد المصري للكاراتيه، يمكن اكبر لاعب عدد الممثلين واكبر عدد النتائج الحمد لله.
كابتن دهراوي، خطتنا ايه للجيل الثاني والثالث؟ يعني يمكن احنا عندنا منتخب قوي جدا بيلعب سواء في الاوزان المختلفه سواء في المباريات المختلفه، ولكن احنا بنتكلم على الكاراتيه العالمي، احنا منتشر عندنا الشوتوكان اكتر، بالرغم ان احنا بنشوف ان في المنافسات العالميه الشوتوريو وهو مش منتشر قوي عندنا في مصر بالنسبه للاجيال الصغيره. هنعمل ايه للقصه دي؟ الحمد لله مدربين اثنين منتخب مصر للشوتوريو بخلاف الشوتوكان اساسا، عندنا ساره عاصم بطل العالم، عندنا هاني كنيب الحمد لله رب العالمين، دول اثنين مدربين من اكبر مدربين مصر والحمد لله طال. يعني مثلا اللاعيبه اللي خدت في الشتابات السنه دي اول في بطوله افريقيا بتلعب شوتوري مش شوتوكان. هي اسمها ريماس بتلعب شوتوريو واللعب أيوة دول اللي في المنتخب. انا بتكلم على نشر الشوتوريو بالنسبه للنوادي وبالنسبه لمراكز الشباب والاكاديميات. هو طبعا بيتم اعداد جيل كبير للشوتوريو من المدربين اساسا، واحنا مستدعين خبير من اسبانيا ان شاء الله في نهايه شهر 9 هيجي في اول 10 باذن الله، اخر 9 ان شاء الله هيجي خبير شوتوريو عشان خاطر يدرب مدربين ويدرب ايضا لعيبه المنتخب لمده 4 ايام على الاقل، يديهم البيزك بتاع الشوتوريو ويبداوا يمشوا على هذا المنهج. هايل جدا المجهود كابتن دهراوي، وهو ده اللي احنا بنحاول نتكلم فيه، المحافظه على المجهود المبذول وان احنا نعمل اجيال جديده تقدر تساعد تكمل مسيره الكاراتيه اللي هي واحد من الالعاب اللي احنا دايما عارفين ان التمثيل فيها هايل لمنتخب مصر وفعلا بنجيب فيها ميداليات كتير. كل الشكر ليك كابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.